هاي تعتبر الفنادق من أهم العناصر السياحية بكل بلد، وفي مجموعة من الأوتيلات الغريبة المنتشة بالعالم يلي انعرفت بسبب اختلافها. فندق إيفرلاند بباريس مكون من غرفة واحدة وممكن نقلها، هو موجود على سطح متحف قصر طوكيو وبيطل على الأيفل تاور. كابسول أوتيل تور باليابان من أصغر الفنادق بالعالم، بيضم غرف كتير ضيقة بتسع تخت، تي في، مراية بالحيط ومرصوصة فوق بعضها. المرافق مثل الحمام هي مشتركة، والأمتعة بتنحط بخزانة خارج الغرفة. فندق جيراف مانر بكينيا بيضم زرافة تم تدريبها للترحيب بالزوار وتناول الفطور معهم من الشباك. مين قال إنه آيس أوتيل بالسويد هو أول أوتيل مصنوع من التلج والجليد وبتم إعادة بنائه كل سنة مع حلول فصل الشتاء؟ أنا قال. شوفكم بكرة.